بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات أطباء الكلى في جمهورية مصر العربية والوطن العربي، طبعا احنا من الحاجات المهمة جدا جدا اليورولوجي. اليورولوجي احنا حتى هنا في مركز الكلى في المنصورة هو يورولوجي أند نيفرولوجي، وبدأ يتنامى على المستوى العالمي برانش اسمه يورو نيفرولوجي. يعني يسعدني النهاردة وشرفني وجود أخويا الحبيب الأستاذ دكتور أحمد العصمي، طبعا ده من أساتذة المتميزين جدا في مركز الكلى، أستاذ اليورولوجي في مركز الكلى، وهو شغال أساسا في حاجات كتيرة جدا من ضمنها التفتيت واليورين ستونز، ده مشترك ما بين اليورولوجي وبين النيفرولوجي. فالنهاردة دكتور أحمد العصمي أكيد هيدينا وجبة مهمة جدا جدا، البيذكس وفي يورين ستونز، هيتناول التايبس والدياجنوز اند تريتمنت. واحنا جات لنا اسئله من الدكاتره، واخص الدكتور طارق طنطاوي بعت لي اسئله، اعتقد الدكتور احمد العصمي وهو اثناء المحاضره هيتناولها، وبعض الاسئله هيقولها في الاخر ان شاء الله. هنبقى في الاخر مع اسئله مع الدكتور احمد العصمي. بكل سرور يا دكتور احمد، والشرف لنا ان انت معانا النهارده. السلام عليكم. وطبعا انا ما اقدرش اي ارفض اي طلب من او امر من استاذنا الدكتور حسين شعيشه، هو اخ فاضل وزميل عزيز، واي فرصه الحقيقه يعني ان احنا نجتمع مع بعض الواحد ما بيحاولش يضيعها. فهو قال لي ان احنا هنحاول ندي فكره عن يورينري ستونز، واحنا ان شاء الله باذن الله هندي بيزك انفورميشن سواء من التايبس او دياجنوز او تريت، بحيث ان لو حضرتك شفت اي حاله ممكن تبقى انت اوير ايه اللي حتى المفروض يتعمل. احنا هنبدا بخطوات كده. اول حاجه الانسيدنس اوف يوروليسيزيس، يعني زي ما حضرتك عارفين ان اي ديزيز له ايج ديزيز انسيدنس، في ايج انسيدنس، في سكس انسيدنس، في فاميليار بريدسبوزيشن، في جيوغرافيكال ديستريبيوشن. ونفس الايتمز دي برضه هنقول على اليوروليسيزيس. هو از ا ديزيز هو از ا فيري كومن ديزيز سواء ان ايجيبت او ديفلوبد كونتريز. ما عندناش سبيسيفيك انسيدنس في ايجيبت، بس عندنا فيري هاي انسيدنس برضه اوف ستون ديزيز. في حاجه اسمها ستون بيلت او الحزام بتاع الستون. ايجيبت از وان اوف ذا ارياز اوف ستون بيلت. ميلز ولا فيميلز؟ الميلز ار مور افكتد ذان فيميلز. طب ايه الكوزز اللي بتخلي الميلز اكتر من الفيميلز؟ عده اسباب. اول حاجه اناتوميكال كوزز، الميلز لايبل للانفرافيزيكال اوبستراكشن اكتر من الفيميلز، عشان البروستيت وعشان اليوريثرا ستريكشر اكتر بكتير في الميلز، فلايبل ان هم يحصل لهم انفرافيزيكال اوبستراكشن وستون ان بلادر او بلادر ستون. اوكيوبيشنال هازارد، الميلز لايبل اكتر ان هم يشتغلوا في هوت انفايرمنت، فالهوت انفايرمنت بتؤدي الى ديهايدريشن وانكريز اليورين فوليوم، فبتزود الكونسنتريشن اوف كريستالز، فده ريسك فاكتور فور ستون فورميشن. في حاجات بتنهبت الستون فورميشن زي الستريت، لو ان الكونسنتريشن اوف ستريت اكتر في الفيميلز ذان الميلز. طيب ايه هو الايج انسيدنس؟ هو الموست كومون ايج اوف برزنتيشن هو الميدل ايج، ثلاثينات اربعينات، بات نو ايج اميون، ممكن تحصل فيري يونج وممكن تحصل فيري اولد، انما الكومونست ميدل ايج. في فاميليار بيرو ديسبوزيشن؟ في فاميليار بيرو ديسبوزيشن. وليه؟ لان في بعض انبورن ايرور في ميتابوليزم هنقولها في الباثوفيسيولوجي، دي بتبقى ران ان فاميليز بريديسبوز ذم تو ستون ديزيز. في بعض جيوغرافيكال ديستريبيوشن، الناس اللي عايشه في الماونتن في الديزرت تروبيكال اريا بيبقوا لايبل اكتر فور ستون فورميشن، وده بيرجع لحاجتين، الهوت كلايمنت وده بيؤدي الى ديهايدريشن وانكريز الكونسنتريشن اوف كريستال نيورين، والتايبس اوف فود كونسيومد ان ذيس اريا. معظم الناس دي بتستهلك انيمال بروتين كتير، بيعتمدوا على الاغنام او الابقار والكلام ده، واكسس انيمال بروتين بيؤدي الى هايبر اوريثيميا وهايبر جلوكوزوريا، وده ريسك فاكتور فور ستون فورميشن. ايه ريسك فاكتور فور ستون فورميشن؟ قبل ما نقول ريسك فاكتور، اسمبل كده ليه الحصوه بتتكون او ايه الخطوات بتاع فورميشن يورينري ستونز. اول حاجه بيسموها سوبر ساتوريشن او انكريز كريستال نيور. تاني حاجه اسمها نيوكليشن، ان الانكريز كونسنتريشن اوف كريستال ده بيؤدي انها بتبدا تتجمع حوالين النيوكليوس
النيوكلاس دي ممكن تكون اني تايب اوف سيل زي ابيثيليال سيلز، وايت بلاس سيلز، ريد بلاس سيلز، اني تايب اوف كريستال ممكن ستارت از نيوكلاس. ويبدا الكريستال دي تكلس توجذر ببروتينيشس ماتيريال، ففي الايرلي فيز اوف ستوم تبقى حاجه اسمها ماتريكس، تبقى حاجه جيلاتينس ماتيريال. في حاجات بتنهبت الكاسكيد ده زي المغنيسيوم وزي الستريت، فابسنس اوف ستون انهبيتور ده بيؤدي الكاسكيد ده يفضل شغال وتفضل الستون تكتب. فاول خطوه ان انا احصل لي ستون ان انا بزود الكريستالز في اليورين. الكريستالز في اليورين هتزيد ازاي؟ لسببين مهمين جدا، يا اما انا بشربش ميه كتير او دي هيدريشن، ده يؤدي الى ديكريز يورين فوليوم وانكريز الكونسنتريشن اوف كريستالز في اليورين. او ان انا بكونسيوم سيرتن تايبس اوف فود زي الانيمال بروتين ريتش ان يوريك اسيد، او فود ريتش ان اوكزاليت زي السبانخ والكولا، وده هيزود الانكريز ابزوربشن من الجي اي تي، يزود الكريستال في البط فتحصل لها اكسكريشن في اليورين فيحصل لي انكريز او سوبر ساتوريشن اوف يورين كريستال، يبقى دي هيدريشن وفود. ثالث ريسك فاكتور، ثالث ريسك فاكتور هو اليورين ستيز. نورمال اليورين از اكسكريتد باي ذا كيدني اند باسنج فريلي ثرو ذا يورتر تو ذا بلادر تو ذا يوريثرا تو ذا اوت سايد. اوبستراكشن اني وير في اليورينري تراكت هيدي فرصه للكريستال انها تكاليس توجذر وستارت ستون فورميشن. امتى بيحصل اليورين ستيز؟ مع اني تايبس اوف اوبستراكشن او اني كوز اوف اوبستراكشن. الناس اللي عندهم سناب بروستاتيك انلارجمنت بيبقى في انفرازيكال اوبستراكشن ففي يبقى بلادر ستون. الناس اللي عندها ستريكشر يورت ستاجنيشن اوف يورين اباف سايت اوبستراكشن فممكن يبقى عندهم يوريتريك او رينال ستون. رابع ريسك فاكتور هو الانفكشن. احنا عندنا تايب اوف ستون اسمه انفكشن ستون، وده بيحصل في الناس اللي عندها ريبيتد يورين تراكت انفكشن. مين الناس اللي لايبل لريبيتد يورين تراكت انفكشن؟ الناس اللي عندها اوبستراكشن، الناس اللي عندها يورينال ستيز، الناس اللي عندها يورينري دايفرجن، الناس اللي عندها الاطفال اللي عندهم زي كوريتال ريفلكس، دول لايبل ريبيتد يورين تراكت انفكشن ولايبل ان هم يحصل لهم انفكشن ستون. خامس ريسك فاكتور اللي هو الاندرلاينج ميتابوليك كونديشن. الاندرلاينج ميتابوليك كونديشن دي اعتقد فيري امبورتنت فور ذا نيفرولوجيست، هم اقدر مننا كيورولوجيست ان هم يشخصوا الحالات دي. الاندرلاينج ميتابوليك كونديشن ديفر اكوردنج للتايب اوف ستون. عندي الموست كومن تايب اوف هيومن ستون هي الكالسيوم بيزد ستون اللي هي كالسيوم اوكزاليت وكالسيوم فوسفيت. ريسك فاكتور فور كالسيوم اوكزاليت ان انا بزود الكالسيوم اليورين بقى اسمها هايبر كالسوريا، زودت الاوكزاليت بقت هايبر اوكزالوريا، نقصت الستريت بقت هايبو ستراتوريا، ومن ضمن الثيوريتيكال كوزس اللي هي الهايبر يوريكوزوريا. رغم ان الهايبر يوريكوزوريا دي في الاساس هتعمل لي يوريك اسيد ستون، انما هي بتيجي منين؟ بيقولوا ان الكريستالز بتاع اليوريك اسيد مي ستارت از نيوكلس اراوند ويتش كالسيوم اوكزاليت كريستال كواليس بيسموها هيتروجينس نيوكليس، فممكن يكون قلب الحصوايه حاجه والبريفري بتاع الحصوايه حاجه ثانيه. اليوريك اسيد ستون سيملي طبعا الهايبر يوريكوزوريا والهايبر يوريسيميا، طبعا حضرتك عارفين السيستين والزنسين ستون في السيستينوريا والزنسينوريا، حضرتك اكتر مننا بالديزيز دي. كوز بقى في هايبر كالسوريا كتيره، ممكن تبقى مع هايبر كالسيميا زي هايبر باراثيرويديزم، او مع نورمو كالسيميا زي الابزوربتيف او ريزوربتيف او رينال. الهايبر اوكزالوريا حضرتك تعرفوها اكتر مني برايمري وسكندري وانتريك وايديوباثيك. طبعا كوزز في هايبر يوريكوزوريا كتير جدا، اكتر حاجه بنشوفها اللي هي دايت انتيك في انيمال بروتين، او الناس اللي عندهم رابيد سيل تيرن اوفر زي اللي بياخدوا كيموثيرابي او رابيد ليبروفليك تيومرز. طيب ايه بقى التايبس اوف ستونز؟ موست كومن تايب اللي هو كالسيوم بيزد ستون اللي هو كالسيوم اوكزاليت وكالسيوم فوسفيت. تاني حاجة اسمها استروفايت ستون اللي هي انفكشن ستون. تالت يوريك اسيد ستون، رابع سيستين، والخامس زنسين. باي فار ذا موست كومن هو كالسيوم اوكزاليت.
كان في سؤال عن الستون اناليسيز. عاده لما بتيجي تعمل ستون اناليسيز لاي حاجه ما بتبقاش بيور كالسيوم اوكسالات او ما بتبقاش بيور يوريك اسيد، عاده بتبقى كومبوزيت. فالروتين يوز اوف ستون اناليسيز ما بنستخدموش كتير لان عاده بتبقى الستون كومبوزيت، ما بتطلعش نوع واحد. فدي التايبس اوف بيور ستون، انما في الهيومن ما بتبقاش عاده بيور ستون، بتبقى غالبا كومبوزيت، شويه كالسيوم اوكسالات شويه يوريت على شويه فوسفيت وهكذا. طبعا في كرز كتيره للستونز، بس ازاي هناخد الكاركتر اللي تساعدنا في الدياجنوزس، ان انا لو شفت بلين اكس راي هعرف دي كالسيوم اوكسالات ولا دي يوريت منين؟ هي اي كالسيوم كونتيننج ستون دي ريديو بيك، وغالبا تبقى فورمد في الكالين. استروفايد ستونز او الانفكشن ستون. استروفايد ده اسم العالم الروسي اللي قال الكومبوزيشن بتاع الستون دي. فاستروفايد ده اسم الراشن ساينتست قال الكومبوزيشن بتاعها. الكومبوزيشن بتاعها من ثلاث حاجات: مغنيسيوم امونيوم فوسفيت. عشان كده ساعات بيسموها تريبل ستون لانها ثلاثه كومبوزيشن. ودي بتحصل بانفكشن بيوريا سبليتنج اورجانيزم زي السودوموناس والبروتياس والكليبسيلا، ما بتحصلش مع الايكولاي، هي بتحصل بيوريا سبليتنج اورجانيزم. اشمعنى يوريا سبليتنج اورجانيزم؟ عشان الاورجانيزم دي هتسبليت اليوريا انتو امونيوم اند ووتر، والامونيوم بيدخل في تركيب الكومبوزيشن بتاع الستون دي. استروفايت ستون از رابيدلي جروينج، وممكن توصل لاحجام كبيره وممكن توصل ستاج هورن ستون. هي ريديو اوبيك وبرده بتحصل في انفكشن، فبتحصل في الكالينر. اليوريك اسيد ستون تقريبا 10% من الهيومن ستون، واسوشيتد مع الهايبروسيميا والهايبروكوزول. واهم كاركتر فيها انها ذا اونلي ريديو لوس، يعني عملنا بلين اكس راي مش هتبان في البلين اكس راي. طبعا فروم اتس نيم دي بتحصل في اسيد كيور. السيستين والزانستين بقى حضراتكم طبعا عارفين اكتر مني. السيستين ده اوتوزومال ريسيسيف ديزيز، في فيلير تري ابزورب سيستين امينو اسيد تول ابير ان يورين، وده بيدي فرصه ان يحصل كواليس للسيستين كريستال فين، فيحصل سيستين ستون. هي راديو اوبيك واسيديك. زانسين ذا سيم، ده اوتوزومال ريسيسيف ديزيز فيلير تري ابزورب زانسين امينو اسيد، فالزانسين كريستال تابير ان يورين، وده بيدي فرصه ان يحصل زانسين ستون. ريديو اوبيك واسيديك فيها فور سمبلستي، كلهم ريديو اوبيك ما عدا اليوريك اسيد، هي الوحيده الريديو لوس. الميتابوليك ستونز اليوريك اسيد والسيستين وزانسين في اسيديك يورين، الباقي في الكالين يورين. دي بقى الحاجات اللي ممكن تهم حضراتكم ازاي ادياجنوز هيومن ستون. الدياجنوز بيعتمد زي اي ديزيز على كذا حاجه: symptoms, signs, lab investigation, radiological investigation. symptoms will differ according to the site of the stone. The common site عندنا renal and urethral calculi. وعادة symptoms صحتهم زي زي. أول حاجة هيجي لك العين إيه؟ هيجي لك اشتكي برينال كوليك. وطبعا حضراتكم عارفين يعني إيه الكاركترز بتاع الرينال كوليك، وفرقوا إزاي من أذر causes of pain in the loin. renal colic ده severe pain colic in nature felt في اللوين، referred to the upper part of thigh في الفيميل او same side testicle في الميل، maybe associated with GIT symptoms زي النوزيا والفومتنج، و does not change with posture. مهمة جدا does not change with posture، لان يعني كتير بيجوا لينا في العيان في العيادة الخارجية بيشتكي بلوين بين، يقول لك لما اجي اوطي ولما اجي اصلي ولما اجي اشيل حاجة الوجع بيزيد، فده غالبا ماسكو سكليتال بين. الرينال كوليك مش هيحصل الا مع ديستنشن اوف رينال كبسول. امتى يحصل ديستنشن للرينال كبسول؟ عاده لو حصل شويه اوبستراكشن، فبيحصل هايدروفوزس في انكريز انترا بيلفيك بريشر، ده هيعمل ديستنشن للرينال كبسول وستيميليت ستريتش ريسبتور اللي هتنشيت الرينال باسول. يبقى عشان يحصل رينال كوليك لازم يحصل له شويه سام سورت اوبستراكشن عشان يحصل ديستنشن رينال كابسول. ممكن ما يحصلش اوبستراكشن ويحصل رينال كوليك لو حصل لي انفكشن مع الستون،
بدا يحصل مثلا بيلوفرايتس، وبيحصل ديما في البرينكما، ده برضو يحصل ديستنشال هنا. تاني كوز مهم اللي هو الهيماتوريا. الهيماتوريا ماي بي ات ذا ليفل اوف يورين اناليسيس اونلي، اللي هي مايكروسكوبيك او ممكن تكون ماكروسكوبيك، وده عشان انجري في اليوروثيليوم بسبب الاستوم. لون تراك سيمتومز، لو جالك عيان بيشتكي بينكوليك وعنده لون تراك سيمتومز سيميلر ستايتس، يعني بيشتكي بفريكونسي في ايرجنسي بين از تيب اوف بينز، ده ممكن يكون نتيجة ان الستون دي بقت في اللور انديورتر، فبتبقى نير ذا بلادر فبتيريتيت بلادر وول، او ان العيان حصل له كومبليكيشن بقى عنده سكندري تراكت انفكشن فحصل له الموضوع ده. فاللون تراك سيمتومز يا اما ان الستون بقت في اللور انديورتر، او في كومبليكيشن اللي هي سكندري تراكت انفكشن لور تراكت انفكشن. ممكن العيان يبقى اسيمتوماتيك، ممكن العيان يبقى اسيمتوماتيك، وعادة عشان ما تبقاش في سيمتومز هتقول عادة لازم الستون تكون بريفرال كاليسيال وزود اوبستراكشن وزود انفكشن. انها لو عامله اوبستراكشن للنك مثلا بتاع الكيليكس هيبقى في بي، لو اسوشيتد وز انفكشن هيبقى في سيمتومز، فلازم الكاركتر كلها تبقى مع بعض، سمول بريفرال كاليسيال ستون وزود اوبستراكشن وزود انفكشن. ممكن لو في سيمتومز اوف كومبليكيشن، ممكن الكومبليكيشن بتاعتنا يا اما يورين تراكت انفكشن سواء ابر تراك او لور تراك، ممكن يحصل اوبستراكشن فبيبقى عندي هاي نفروزس نيجلكتد هاي نفروزس، ممكن يحصل هيفنس او الابدومينال بين. انما اكتر حاجات بيجي لك العين برينال كوليك. طيب هل رينال كوليك دايجنوستيك او باثوجنومونيك لدايجنوزو في رينال او يوريترا كالكولاي؟ لا، انه معظم الحياة ديزيز في المسالك ممكن تعمل رينال كوليك. لو انا عنده رينال تيومر وباسج اوف كلوتس ممكن يحصل لي رينال كوليك. واحد عنده باين فرايس ممكن جاي لك برضه بيكشر اوف رينال كوليك. فاز نوت دايجنوستيك وماهوش باثوجنومونيك فور رينال كوليك ولا الهيماتوريا فور دايجنوز اوف رينال او يوريترا كالكولاي، فمفيش نو سبيسيفيك سيمتوم. طيب بالاكزامينيشن في حاجه مهمه؟ لا برضه مفيش نو سبيسيفيك ساين. طب ممكن الاقي ايه؟ الاقي ساينز اوف كومبليكيشن، لو انا جاي لك بيلون فرايس هتحس تندر لوين، عن جاي لك بنجلكتد هاي نفروز ممكن تحس رينال ماس، انما مش هتحس الستوب. لو المكان التاني الستون في اليورينري برضه برضه زي الرينال كالكولاي بين هيماتوريا لون تراك سيمتومز، هنا برضه نفس القصه بين هيماتوريا لون تراك سيمتومز، بس هنا البين في فيلت في السوبرا بروبيك ريجون والفيرد للتب اوف بينس في الميل او تب اوف يوريسرال ميتس في الفيميل. البين هنا مش نتيجه ديستنشن رينال كابسول، البين هنا نتيجه الريتيشن اوف ترايجون في البلادر، لان ده المونس سنسيتيف اريا، مع الموفمنت الحصوه بتتحرك فبتهيت الترايجون فيحصل بين. الهيماتوريا برضو نفس الحال، برضو يا اما مايكروسكوبيك او ماكروسكوبيك، ودي نتيجه انجري اوف يورال سيجمنت. اللور يورين تراك سيمتومز من الحاجات اللي تبقى كاركترستيك شويه اللي هي ديفيكولتي اوف ميكتوريشن، العين يقول لك انا بتبول عادي بس فجاه وانا بتبول اليورين بيقف او الفلو بيقف، دي ساعات ان الموفمنت اوف ستون بتوبستراكت البلادر نيك بتعمل انتربشن اوف ستريم. الفريكوانسي اوف ميكتوريشن من الحاجات المهمه اللي ممكن تفرق ان العين بتاع البروستيت عنده فريكوانسي بس اكترها بالنكتوري، يعني اللي عنده بلادر ستون دايما الفريكوانسي اكتر دايورنال، لما بيجي يتحرك فالستون بتتحرك اكتر فبتهت التراجون اكتر فبيحصل فريكوانسي، يقول لك كل ما امشي ببقى عاوز اروح الحمام. فدايورنال فريكوانسي مع ديفيكولتي او انتربت ستريم دورينج ميكتوريشن مي سسبكت برضه يورينري بلادر كالكولي، انما برضه مش حاجه دايجنوستيك. اخر حاجه لو الستون نزلت في اليوريثرا، عادة العيان بيجي يشتكي بسيفير ديفيكولتي اب تو يورين ريتنشن، والكلاسيك هيستوري ان العيان بيبقى عنده لوين بين بقى له كذا يوم وفجأة اللوين بين اتحسن وبعد كده بدأ يشتكي بسيفير ديفيكولتي، غالبا كان عنده ستون يوريتر وعدت ووقفت في اليوريترا. لو الستون دي امباكتد في الانتيريو يوريترا او بنال يوريترا تبقى سهل على انك تحسها، ودي هتبقى الساينز الوحيدة في الستون اللي ممكن تشخص بيها ستون، ستون امباكتد في الانتيريو يوريترا.
طيب يبقى احنا سمعنا العيان وفحصناه ولحد دلوقتي مفيش سبيسيفيك لا سيمتومز ولا سبيسيفيك صار. طيب نبدا نطلب له ايه؟ اللاب انفستيجيشن في حالات اليورولوسيزيس يا اما يورين اناليسيس يا اما بلاد تيست يا اما ستون اناليسيس. اليورين اناليسيس طيب العيان عنده ستون ممكن الاقي ايه؟ ممكن الاقي شويه انفكشن، ممكن الاقي شويه هيماتوريا، ممكن الاقي شويه كريستال. طبعا ده ما حضراتكم عارفين كل بتوع البطنه ما عنده العيان لما بيجي له اي حاجه جنبه بيوجعه ويعمل تحليل بول يقول له انت عندك املاح على الكلى او عندك رمل على الكلى. انا لو لقيت شويه كريستالز في اليورين ده مش معناه ان انا عندي حاجه على الكلى. هو اليورين اناليسيس نورمال المفروض يكون فيه شويه كريستال، ما بقدرش اقول ان الكريستال دي زياده عن اللزوم الا لو عملت 24 اور يورين كوليكشن. طب سنجل يور اناليسيس كده حكايه ان يبقى عندك رمل على الكلى او الكلام ده او 3 زائد او 4 زائد دي مش حاجه ساينتفك قوي. طيب انا لو لقيت سيستين كريستال او زانسين كريستال ده معناه ان انا عندي سيستين ستون او زانسين ستون؟ برضو لا. ده معناه ان انا عندي سيستينوريا او معناه عندي زانسينوريا، انما لا يعني بالضروره ان انا عندي ستون. يبقى وجود انفكشن وجود هيماتوريا لا تعني ان انا عندي ستون، ممكن سيمبلي عندي سيستيتس، ممكن يكون عندي تيومر. اي تايب اوف كريستال لا تعني ان انا عندي ستون ولا تعني ان انا عندي رمل على الكلى. واعتقد احنا لازم نبط يعني نقول المعلومه دي لكل دكاتره البطنه لانهم على طول دلوقتي العيان كله بيجي لنا يقول انا رحت لدكتور بطنه وقال لي انا عندي رمل على الكلى. ولو عملت بقى اكس راي ولا حاجه ما تلاقيش حاجه. طيب ايه البلاد تيست اللي بتتعمل في حالات الستون؟ البلاد تيست بتتعمل عادة عشان اشخص اندرلاين ميتابوليك ايتيولوجي، مش بتتعمل عشان اشخص ستون. طيب كان في سؤال امتى اعمل ميتابوليك ورك؟ العيان اللي بيحصل له فيرست ستون فورم جاله ستون لاول مره مش بالضروره قوي انه هايلي انديكيتد فور ميتابوليك ورك، انما تيز مانداتوري لو انا عندي ريكرنت، لو انا عنده بايلاتر رينال ستونز، لو انا عندي تشايلد ان انا لازم الميتابوليك ورك اب. والميتابوليك ورك اب ده بيشمل ايه؟ بيشمل 24 اور يورين كوليكشن، بقى اشوف بقى هايبركالسوريا اوزالوريا يوركوزوريا فوسفاتوريا، بدور على اي زياده في الكلى. انا سسبكت انه هايبروسيميا بعمل سيرم يوريك اسيد، سسبكت ان عنده مثلا عنده هايبر باراثايروديزم بعمل سيرم باراثورمون. عرفنا الميتابوليك indication bilateral او recurrent of children. اعمل ايه؟ بعمل 24 hour urine collection واشوف عنده اي كريستال زياده في اليورين، وبعمل سيرم بلاد ديزيز اكوردنج لماي سسبشن. الستون اناليسيس، الستون اناليسيس لو بعد ما العيان خلص الستون وعايز اعرف التايبس بتاع الستون عشان تو بريفنت recurrence. زي ما قلنا قبل كده ستون اناليسيس احنا ما بنستخدموش روتين قوي في الكلينيكال براكتس لان عاده بتطلع كومبوزايت، عاده ما بتبقاش سنجل. انما لو العيان عاوز يعمل وعايز يعرف مفيش مشكله يعملها، بس الفيدباك بتاع الستون اناليسيس عاده ما بيغيرش قوي لاين اوف مانجمنت. ليه؟ لان عاده كومبوزايت. لو طلعت مثلا ناس ستين او زنسين فانت شخصت الحاجه، انما عادة بقية الهيومن ستون هتلاقيها كومبوزايت. طيب احنا كيورولوجيست بنعتمد على ايه في تشخيص العيان اللي سسبيشس انه عنده رينال ستون؟ ده على الراديولوجيكال انفستيجيشن. الحاجات اللي بنستخدمها اول حاجة الكيو بي او الكيدني يوريتر بلادر اللي هي اليو تي بي او رينال تراكت بلين. ميزة الكيو بي طبعا افيلبل في كل حته ورخيصه وهتوريني 90% من الستونز اللي هم راديو بيك، انما في ليميتيشن كتيره في الكيو بي. اولا طبعا هتمس 60% اللي هم راديو لوسنت ستون بتوع اليوريك اسيد، محتاجه باول بريباريشن، فساعات بيبقى اطفال او ناس عندهم اكسسيف جايزز ما انتش شايف حاجه من الستون، في هازارد اوف راديشن فمش هتعرف تستخدمها في بريجننت ليدي، وفي الاخر مش هتقدر تقول لك على الفانكشن بتاع الكدني، الكدني دي اوبستراكتد ولا لا، الكدني دي شغاله ولا لا، مش هنقدر نقول.
فالكيو بي الون فيها ليميتيشن كتير. دي الليميتيشن بتاعت الكيو بي، وده شكل الجهاز بتاع الكيو بي. طبعا ما ننساش ان الكيو بي فيها ديفريشن دياجنوز، يعني لو لقيت راديو بيك شادو مثلا في الرايت هايبوكوندرا فمش بالضروره انها تكون يورينال ستون، ممكن تخش ديفريشن دياجنوز مع جول بلادر ستون، كالسفايد ميزنتريك لينف نود، فورم بودي في الانتست، في كلاس في ديفريشن دياجنوز كتير. وعندنا ديفريشن دياجنوز مهم جدا 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 بيتلخبط مع اليورتيريك ستون اللي هي الفليبولس اللي هي كالسفايد ثرومباي في البلفيك بيز، ممكن تبقى شبه ستون كتير جدا، وساعات كتير جدا نلخبط ما بين دي يورتيريك ستون ولا فليبولس. اقدر افرق ازاي بين ستون يوريتر او فليبولس بالبلين اكس راي؟ في الفليبولس بيبقى فيه سنترال راديو ليوسنس، هي بيضه من البريفري انما في النص في نقطه سوداء سنترال راديو ليوسنس، انما الستون عاده كلها بيضه. اذا لخبطت عليك في الكيو بي لازم هضطر اعمل اي في بي او سي تي. انما فرق زي بلين اكس راي ما بين دي راديو اوبيك شادو ستون او فليبولس بالسنترال راديو ليوسنس. تاني انفستيجيشن اللي هو الالترا ساوند. طيب والالترا ساوند طبعا معظم الدكاتره دلوقتي بقى عندهم الترا ساوند في العياده، وبرده اي واحد بيشتكي برينال كوليك بيقول له انت عندك رمل على الكلى. هنبص معلش ونركز في الصوره دي لان الموضوع ده بقى كتير جدا. الكورتكس من بره جري والمظله بيضة، المظله وايتش ان كلر، مش كل حاجه بيضه هتبقى ستون. عشان اقول ستون حته بيضه هايبر اكوك اريا ولازم بوستيرو اكوستيك شادو، ما شفتش بوستيرو اكوستيك شادو ما اقدرش اقول ان دي ستون لان بقيه المظله بيضه اصلا هي هايبر اكوك. بدا يظهر لي حتت سودا جوه المظله، بدا عندي باك بريشر تشينجز. فالالترا ساوند مهم جدا ليه؟ لانه شخصني الرينال سواء رينال ستون سواء ريديو اوبيك او ريديو ليوسنت، بيديني فكره عن الكيدني فانكشن، شوف كورتيكال ثيكنس قد ايه، بيوريني الايكوجينيستي بتاع الكيدني وهعرف منها برضو الدنيا كويسه ولا لا، هعرف في باك بريشر تشينز ولا لا، ما عنديش في هازارد اوف راديشن فممكن استخدمه في بريجننت ليدي مش محتاج باول بريباريشن. ايه بقى مشكله الالترا ساوند في الرينال ستونز؟ ان هو كانوت ديتكت يوريتيريك كالكيولات، مش هتعرف تشوف اليوريتر او بالالترا ساوند. لو الحصوايه نزلت هيبقى عندي باك بريشر فوق بس انا مش عارف اشخص الستون. فانا لو عملت طيب كيو بي مع الترا ساوند معظم الحالات هتتشخص، انما لو عندي نزلت ريديو ليوسنت ستون في اليوريتر لا انا عارف اشوفها في الكيو بي ولا انا عارف اشوفها بالالترا ساوند. فمعلش تاني موضوع رمل على الكلى برضو بالالترا ساوند ده مفيش داعي ان احنا نستخدمه زياده عن اللزوم، ومفيش داعي نقول ان في حصوايه غير لما اشوف فعلا اكون شايف بوستيرو اكوستيك شادو. الاي في بي الحقيقه ما عدناش بنستخدمها كتير ابدا اليومين دول، كانت بتستخدم زمان بنشوف بيها كيدني فانكشن، كنا بنشوف بيها ريديو ليوسنت ستون كانت بتأبير اس فيلينج ديفكت، بنفرق بينها بين الفليبولس واليورتيريك ستونز، بس كان لها عيوب كتير. نفس مشاكل الكيو بي هازارد اوف راديشن ونيد باول بريباريشن ده كان موجود، بالاضافه بقى للكومبليكيشن بتاع الكونتراست كان بيحصل منه اليرجي، ممكن يحصل منه كونتراست نفروباسي، فما عدناش بنستخدمها ابدا اليومين دول الا في احوال ضيقه جدا جدا لو عايز اشوف الكالسيه الاناتومي، وده حتى بالسي تي بنعمل سي تي يو. فالرول بتاع الاي في بي فقليل جدا اليومين دول. ده منظر الاي في بي كان زمان بيستخدم وكان بيتبان على انها فيلينج ديفكت. يعني ايه فيلينج ديفكت؟ يعني حته في الصبغه مش واخده الكونتراست ماتيريال قوي، الصبغه بيضه فيها حته باينه سودا شويه، بس ده برضو كان
يخضع لديفرنشال دياجنوزس، وممكن ريديوس الميديان مثلا زي الصوره بتاعه البلادر اللي باينه تحت دي، ان في فيلنج ديفكت في البلادر، ده ممكن اقول عليه ستون، ممكن اقول عليه ميديان لوب بتاع البروستات، ممكن اقول عليه هيماتوما في البلادر، ممكن اقول عليه كانسر بلادر. فكان بيخضع لديفرنشال دياجنوزس كتير، مش دياجنوستيك برضه 100% للستون. عشان كده الرول بتاعها بقى ناو از فيري ليميتد. امال ايه اللي بنعتمد عليه دلوقتي في الدياجنوز؟ اللي هو النان كونتراست سي تي، ده الموست سنسيتيف او الموست افكتيف موداليتي فور دياجنوزيس اوف هيومن هيستو. النان كونتراست سي تي عنده ادفانتج كتير، ان هو مفيش طبعا كونتراست ماتيريال زي الاي في بي، ان هو هيبين لك الريديو اوبيك والريديو لوسنت ستون سواء في الكيدني او في اليوريتر، مش محتاج باول بريباريشن. انما مشكلته ايه؟ مشكلته راديشن هازارد، فمش هقدر استخدمه في البريجننت ليدي. ده صورة السي تي برضه، الستون هتبان بيضة وفي السي تي بقى على هايبر دينس اريا. يبقى احنا قلنا هايبر اوكوك وبوستيريو اكوستيك شادو في الالترا ساوند، ده معناه اسمها هايبر دينس اريا. هايبر دينس سواء ريديو اوبيك سواء ريديو لوس، اقدر اشوف الكيدني فيها باك بريش ولا ما فيهاش، في حاجه في اليوريتر ولا ما فيهاش، ومش محتاج باول بريبريشن. فالعاده فيري افكتيف اند فيري دايجنوستيك. والموست لو انت عندك الكابابيلتي ان اي عيان بيشتكي برينال كوليك تعمل له نان كونتراست سي تي ما تتاخرش. في حاجه بقى بتكتب في الراديولوجيكال انفستيجيشن اللي هو الرينوجرام، بس الرينوجرام مش بتشخص ستونز، بس بتشوف الفانكشن بتاع الكيدني. يعني لو في ستونز والكيدني لوكس باد وانا مضطر اعمل نفريكتومي، بعمل رينوجرام بس عشان دياجنوز الفانكشن بتاعك، انما مش عشان دياجنوز اوف رينال ستون. طيب هو ايه المانجمنت بتاع هيومن ستونز؟ طبعا مش هندخل في ديتيلز بتاع الشيزيكال مانجمنت، انما بس احنا عاوزين نعرف ايه الحاجات اللي هتمشي كونزرفاتيف، ايه الحاجات اللي هتمشي سيرجيكال، ايه الحاجات تشويس اوف تريتمنت عامل لها شوك ويف ولا اندوسكوبيك ولا اوبن. فهناخد حاجه حاجه. اول حاجه رينال كالكولار، المانجمنت اوف رينال كالكولار بيخضع تحت اربع حاجات. اول حاجه جاي لك عام برينال بين، خلاص مانجمنت اوف اكيوت رينال كولار، هيجي لي بين اصلح البين الاول، بعد كده ابدا اعمل راديولوجيكال انفستيجيشن، ابدا اشوف والله دي هتمشي كونزرفاتيف ولا محتاجه حاجه سيرجيك. وبعد ما خلصت الستون بعمل بقى متبرك ورك اب عشان ديكريز الرك. فاول حاجه تريتمنت اوف اكيوت رينال كوليك موست افكتيف، طبعا انا بدي بارنتال نان ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. طيب في ساعات حاجات تبقى ريزيستنت بدي لها اوبيت. طبعا اكيد حضراتكم تسمعوا ان عيان كتير لما بيروح الاستقبال يقوم على انه محلي، لا fluid is contraindicated during acute renal colic، ودي غلطه شهيره وبتحصل. ليه؟ لان excess fluid ده بيزود الدياوريسيس، increase diuresis ده بيزود اليورين المتحاش او الاوستراكتد في الكيدني، فبيزود الانترا بيلفيك بريشر فبيزود الرينال كوليك. ممكن ادي انتي ايميتكس ماشي، انما مفيش داعي تدي اكسس فلود ابدا. لو العيان بقى عنده سسبشن هو فيه فيفر وبتاع وعايز تدي انتيبيوتيك ماشي، انما هو مانجمنت اوف بين هو بس تدي انترا ماسكر نان ستيرويدال انتي انفلاماتوري. العيان ما تحسنش ممكن تدي اوبيت، ما تديش اكسس فلود. البين اتحسن، بدانا نعمل انفستيجيشنز بتاعتنا وبدات اشخص الستول. ايه الحاجات اللي هتمشي كونزرفاتيف؟ لو لقيت حصوايه صغيره في الكيدني اقل من 5 مللي، مش عامله باك بريشر، مش عامله انفكشن، مفيش ديستال اوبستراكشن، خلاص احنا بنكونزرف على امل انها ايه هتعدي سبونتينيوس. ممكن ندي ايه؟ ممكن ندي انتي سبازموتيك، ممكن ندي انتي بايوتيك، انما مش اكتر من كده. انما في نقطه مهمه جدا وكان اعتقد جت سؤال، ايه الرول اوف الكالينيزيشن؟
دلوقتي از جايد لاين اي رينال ريديو ليوسنت ستون، ولازم تكون ريديو ليوسنت ستون اللي هي بتاعت اليوريك اسيد ستون، ببدا بالكلانيزيشن. الالكلانيزيشن بتعمل ديسوليوشن لليوريك اسيد ستون، وممكن تبقى عندي حتى حصوه كبيره مش صغيره، ومشيت على الفوار شهرين ثلاثه ممكن يحصل ديسابيرنس في حوالي 50% من الحالات. فالالكلانيزيشن مهم جدا من الحاجات الكونزرفاتيف، بس في الريديو ليوسنت ستون، بس في 10% بتوع اليوريك اسيد ستون. يبقى كونزرفاتيف لو حاجه صغيره مش عامله ديستر ما عنديش ديستر اوبستراكشن، ومش عامله هي اوبستراكشن ولا انفكشن، دي هتعدي لوحدها وامشي كونزرفاتيف، يعني حدود 5 مللي. ممكن واحد يقول لي 6 مللي 7 مللي، صح ما فيش مشكله، ممكن اعمل الكلانزيشن امتى؟ لو هي ريديو ليوسنت ستون. طب بنعمل الكلانزيشن ازاي؟ عاده بنستخدم حاجه من الموجوده في السوق زي اليورولايت سيترافورد كير لايت، بنستخدمه مكيال 3 مرات في اليوم لمده شهرين على الاقل. طبعا لو هو هايبر روسيميك هتدي كمان حاجه للهايبر روسيميك. طيب الحصوايه دي كبيره او عامله لي اوبستراكشن، عامله لي انفكشن، ابدا استخدم ايه بقى؟ عندنا السيرجيكال لاينز اوف تريتمنت اوف رينال ستونز ثلاث حاجات، يا اما شوك ويف، يا اما اندوسكوبي، يا اما اوبن سيرجري. اختيارك لاي حاجه من دول بيخضع لكذا حاجه، اللي هما ايه؟ في حاجات اسمها بيشنت فاكتور، وهوسبيتال فاكتور، ودكتور فاكتور. يعني امكانيات المستشفى اللي انا فيها ايه؟ افرض انا ما عنديش شوك ويف، او مش في الحته اللي انا جاي ولا اقدر اعمل عنها تفتيت، يبقى انا مش هقدر اخد اللاينز اوف تريتمنت. افرض ان انا الكابابيلتي بتاعتي كدكتور ما اقدرش اعمل مثلا حاجه اندوسكوبك، مش هعرف اعمل القصه دي. في حاجه بتبقى بيشنت فاكتور، لو مثلا العيان ده عنده سمول ستون وهي متوقع انها تمشي تعدي سبونتينس، بس العيان ده بيشتغل شغلانه مثلا زي طيار، ما ينفعش يجي له رينال كوليك وهو سايق، فلازم اعمل ديفينيتيف مانجمنت، حتى مش هستنى ان هو يحصل كونزرف. فالتشويس اوف لاين اوف تريتمنت بياخد تحت حاجات كتير. انما احنا هنقول الكلاسيك انديكيشن لكل حاجه، بحيث ان انا حتى ممكن اوجه العام بتاعي اقول له لا انت محتاج كذا فتروح الحته الفلانيه. ايه هو الاكسترا كوربولار شوك ويف لايس تريبسي؟ الايديا بتاعته ان انت بتجنريت شوك ويف من جنريتور اوتسايد ذا بودي، والشوك ويف دي بتباص ثرو هيومن بودي ثرو كابلنج ميديا اللي هي ووتر كاشن، وبتبقى فوكسد على الستون، وانا بحدد مكان الستون يا اما بالبلين اكس راي او بالالترا ساوند. الشوك ويف دي هتكسر لي الستون لحتت صغيره، والستون الصغيره دي هتباص ثرو ذا يوريتر. يبقى ده الفكره. طب استخدمها امتى؟ سيب لي كده اول ستون لحد 2 سم في رينال بلبس سلايبل فور شوك ويف، وسيب لي كده ستون لحد 1 سم في لور كيليكس لايبل لو شوك ويف. بالحصوات الصغيره اقل من 2 سم في رينال بلبس ممكن اجرب معاها شوك ويف. كل الناس ممكن تقدر، مفيش كونترا انديكيشن؟ لا، في حاجات فيها كونترا انديكيشن في الشوك ويف. لو العيان ده عنده انكوركتد بليدنج ديس اوردرز، لو العيان ده عنده انكوركتد هايبرتنشن، ليه النقطتين دول؟ عشان فور فير اوف هيموراجيك كومبليكيشن. شوك ويف زي ما بتاثر على الستون بتاثر على الرينال بارينكما، فبيحصل لي ممكن هيماتوما، ممكن يحصل لي شويه هيماتوريا. لو عندي انكوركتد بليدنج ديس اوردرز هيبقى عندي ممكن سيفير بليدنج او لارج هيماتوما، فلازم احسن اي بليدنج ديس اوردر. يعني لو عيان ماشي على اسبرين، انا احنا بنوقف الاسبرين 7 ايام قبل الجلسه، لو عيان ماشي على ماريفان 48 ساعه لازم يوقف قبل الجلسه، لو مضطر بيتقلب على كاليكسان واليوم اللي قبل الجلسه بالليل ما بياخدش. مش قادر احسن ان بليدنج ديس اوردرز، واحد عنده بليت اتوقع او ما بتعلاش، خلاص ده كونترا انديكيشن، ده مش هقدر افتت له. ففي كوركتبل بليدنج ديس اوردرز كوركت ويفتت، ان كوركتد خلاص ده مش هيفتت. يبقى الان كوركتد بليدنج ديس اوردرز ان كوركت هايبرتنشن فور فير اوف هيموراجيك كومبليكيشن. ابسولوت كونتر انديكيشن ان تريتد يورين تراكت انفكشن،
ليه؟ لما بيحصل disintegration of stones بيحصل release of bacteria from inside the stone into the urinary tract, وده ممكن دخل عام في سبتسيميا. فالعيان اللي عنده urinary tract infection should be treated for جوكوية. طبعا pregnancy عشان الاكسري hazard, او لو في distal obstruction بلوز stone, لو عندي stone في الكدني وعندي structure ureter, طب ما انا كسرت فوق الحصوة هينزل تحت ازاي؟ فما ينفعش. في بقى relative contraindication عيان عندهم aortic أورينا الأرتر أنيوريزم بيخافوا, ساعات ممكن يكون كالسيفيكيشن في الول, ممكن يحصل رابشر كارديك بيس ميكر, لا احتياطات شديدة ان هو بقى فيكس دريت ويبقى معاك كارديولوجيست وقريب منك عناية, او لو لارج ستون بيردن او حصوية كبيرة اكتر من 2 سنتي, لما نخاف دايما ان يحصل اكسس فراجمنت فتنزل تسد اليورتا اللي مسميهاش تاين ستراس. في اللارج ستون بيردن ده من ضمن الانديكيشن انا ممكن احط دبل جي ستنت بيفور شوك ويف لو انا مضطر, يعني ما عنديش امكانيات ان اعمل مثلا منظار كلى او بي سي ان ال, يبقى ممكن احط بري ازول دبل جي ستنت. سؤال برضو ممكن يطرح نفسه, وانا ممكن امتى احط دبل جي او دعامه قبل ما فاتت؟ في حالتين بس كجايد لاينز, لو في لارج ستون بيردن او دي سوليتري كيد. انا خايف لو حصل اوبستراكشن مع سوليتري كيد يحصل كريتن عالي, فالبري ازول ستنتنج يبقى لارج ستون بيردن او سوليتري كيد. كل الستونز لايبل انها تتفتت بسهوله؟ لا, عندنا بعض ستونز ار هارد تو فراجمنت. زي ايه؟ زي الكالسيوم اوكساليت مونو هيدريت والسيستين ستون. طيب اتوقع ازاي الحصوه دي هتتفتت ولا مش هتتفتت قبل التفتيت؟ احنا ما عندناش كيميكال كومبوزيشن, انا المفترض ان انا العين جاي لي وما اعرفش الحصوه اللي عنده دي نوعها ايه, فبنعتمد على حاجه في السي تي اسمها هاونز فيلد يونت. الهاونز فيلد يونت دي بتقيس الدنسيتي بتاعها او كثافه الحصوه, فلقوا ان اباف 1000 دي بتبقى هارد ستون, تحت ال 1000 بتبقى فراجايل ستون. طيب الحصوه معديه ال 1000 ده كونترا انديكيشن ان انا فتت؟ لا, بنفتت بس بنقول العين انها ممكن تحتاج اكتر من جلسه, ممكن يبقى في فيلير. واحنا اتعودنا هنا في مصر ان عشان تقيس الهاوز فيلد يونت صح لازم تاخدها على 3 مقاطع, يعني تيجي عند الستون تاخد قرايه عند بريفري عند وان بول, وقرايه عند بول تاني, وقرايه في النص, وبتاخد المين بتاع التلات قرايات, وده عاده ما بيحصلش قوي. عاده بقوم حاطط لك النقطه على حته معينه, قد تكون صدفه انها جت على بون, قد تكون صدفه انها جت في حته هارد. فساعات كتير واحنا بنشوف في التفتيت ممكن هاونز فيلد يونت تبقى مقريه عاليه ويجيب ريسبونس في التفتيت, وحاجات تانيه مقريه قليله وما يجيبش ريسبونس. انما من ضمن الحاجات اللي بتعتمد عليها الهاونز فيلد يونت. حاجه تانيه في البلين اكس راي, لو لقيت الستون دي سموث ايدج وراوند وفيري اوبيك دي بتبقى هارد. انما لو الريجولار ودوتت, يعني مفرغه زي اقول لك مفرغه من جوه ومش فيري اوبيك قوي, دي بتبقى فراجيل ستون. فهعرف ازاي بقى؟ يبقى يا اما بالسي تي بالهاونز فيلد يونت او من شكلها في الاكس راي, سموث راوندد وفيري هارد او فيري اوبيك دي فيري هارد. طبعا ادفانتج الشوك ويف ايه؟ ان هو حاجه نون انفيزيف, العين ما بياخدش انستيزيا, دي اوت بيشنت بروسيجر, بيجي ياخد الجلسه ويروح مفيش منها مشاكل. انما از نوت فري اوف كومبليكيشن, يعني هو مينيمال انفيزيف بس نوت فري اوف كومبليكيشن. ايه الكومبليكيشن اللي بتحصل؟ قلناها ان ممكن يحصل شويه هيماتوما, ممكن يحصل شويه هيماتوريا بوست شوك ويف, ممكن يحصل فيلير تو ديسنتجريت ذا ستون. طبعا مانجمنت بقى للكومبليكيشن ده غالبا هيبقى يورولوجيست, عاده النفرولوجيست مش هيمانج الحاجات دي. يعني ساعات بيحصل اوبستراكشن بفراجمنت, اه في عيان بيمشي كونزرفاتيف, في عيان لازم يحتاج دبل جي, في عيان يحتاج الروتروسكوب, ودي اوت اوف ديسكشن يعني مش هندخل في التفاصيل. انما نطلع نستون لحد 2 سنتي فرينال بلفس او سنتي في اللور كيليكس محتاجه شوكولاته. طيب لو عندي بقى اكتر من كده حصوايه كبيره, لو عندي
هارد ستون، انا عارف الكومبوزيشن بتاعها هارد، سيستين ستون مثلا او كالسيوم اوكساليت مونوهيدريت، او عيان جالي انفكتد وفيلد شوكي، انا مضطر اعمل له اندوسكوبيك مانوفر. الاندوسكوبيك مانوفر في الكدني اسمه بيركوتينياس نيفروليسوت. فكره البيركوتينياس نيفروليسوت ما انت احنا بنعمل منظار الاول للمثانه ونحط قسطره من يورتيريك اورفيس توصل لحد الكدني وبحقنها سوا بحيث ان انا ديليت الكاليسيال اناتومي، بشوف الستون في اي كيليكس، بحدد السايت اوف انتري بتاعي واجيب بانكشر نيدل من بره وادخلها لحد ما توصل للديزايرد كيليكس واعدي منها جايد واير واعمل عليه دايلاتيشن، في الاخر بيبقى عندي زي تراك من بره لحد جوه. ثرو ويتش انا بخش بالنفروسكوب او المنظار بتاعي بكسر الحصوه واشيلها. ميثود اوف ديستجريشن بقى ممكن استخدم الكترو هيدروليك ليزر الترا ساوند، يعني في عندنا كذا حاجه بنكسر بيها الحصوه، انما في الاخر انا بشيل بكسر واشيل، في التفتيت بكسر واسيبها هي تنزل من خلال نورمال باسج. يبقى استخدم منظار امتى ده؟ ودي لارج ستون، هارد ستون او فيلد شوكويف. استخدم شوكويف امتى؟ لو حد 2 سنتي اكتر من كده او هارد او فيلد ايزو بستخدم اندوسكوبيك مانوفر او نيفروليزر. كل عينين سيف اعملهم منظار برضو لو انا عنده انكوركتد كواجوليشن ديسوردر وانكوركت هايبرتنشن زيه زي الشوك ويف مش هقدر عشان الفير اوف ومراجع كومبليكيشن. انتريت يورينري تراكت انفكشن زي الشوك ويف برضه فور فير اوف سبسيميا لازم اكوركت الاول. ايه الادفانتج اوف بي سي ان ال كومبيرد للاوبن سيرجن؟ تمام، يعني طبعا ده سمول ووند مايلد بوست اوبراتيف بين وشورت هوسبيتال ستي ان كومباريزون مع الاوبن سيرجن. الشوك ويف لا، الشوك ويف مفيش فيه وند وده حاجه بوست اوت بيشنت بروسيدجر مفيش فيها هوسبيتال ستي اصلا. بي سي ان ال رغم انها بتصنف كمينيمال انفيزيف بروسيدجر انما الحقيقه فيها مشاكل، وساعات المشاكل بتاعتها بتبقى قاسيه. ليه؟ انت بتعمل بانكشر ثرو ذا كيدني، ثرو ذا كرينال بارينكما، والبارينكما بتاع الكيدني بيجي لها كميه دم كتير قوي، فساعات بيحصل لنا بليدنج. معظم الحالات بتمشي كونزرفتيف، لما ممكن ساعات بنضطر نعمل انجيو امبلايزيشن لو في حاله فيها سيفير بليدنج. انت بتخش البانكشر بتاعك عاده بيبقى بلايند في الاول، ففي ممكن تنجري ادجيسنت اورجان ساعات سام كيس، الحالات مش كده بس ساعات بيحصل كرونيك انجري، سبلينيك انجري، هيباتيك انجري، اي حاجه في سكه الدايلتيشن ممكن يحصل لها انجري لو انا ما دخلتش في السايت صح، ما كنتش واحد من الحساب. دول اخطر حاجتين في الكومبليكيشن بتاع البي سي ان. الاوبن سيرج بقى فور ستون ديزيز تقريبا بقت هيستوري، معظم الدول المحترمه ما عادش بتفتح عيان عشان اوبن سيرج. ساعات بنستخدمها لو فيري فيري لارج ستون مش هقدر اشيل البي سي ان اللي حتى من كذا مرتب بانكشر، او عندي اسوشيتد باثولوجي، يعني انا عندي مثلا عنده بلفيوريترال جانكشن اوبستراكشن وعنده سكندري ستون وانا ناوي اصلح البلفيوريترال جانكشن باوبن سيرجري، فخلاص هعمل اوبن سيرجري اشيل اصلح الباثولوجي واشيل الستون. او عيان في نون فانكشن كيدني وانا خلاص هعمل نفريكتومي فبعمل اوبن سيرجري، انما اوبن سيرجري فور ستون بقت رير. طبعا لسه بعض اماكن في مصر عشان قله الامكانيات انا بستخدم اوبن سيرجري كتير، انما لو احنا عندنا كل الفاسيلتيز كل الامكانيات والدكتور كواليفايد انه يعمل القصه دي از فيري رير ان انا احتاج اوبن سيرجي في الستون ديزيز. الميتابوليك ورك اب قلنا لو عين فيرست ستون فورمر مش لازم قوي ان انا اعمل له فول ميتابوليك ورك اب. تيز مانداتوري لو عين بايلاترال ريكارنت او تشايلد. اعمل ايه؟ هعمل 24 اور يونت كوليكشن، هعمل ادور على هايبر كالسوريا، ادور على هايبر اوزالوريا، ادور على هايبوستراتوريا، ادور على اي كوز ممكن يكون موجود في ثيوريتيكال كوز. بلاد ديزيز لو انا سسبكتنج حاجه، سسبكتنج هايبر باراثيرويديت سيرم باراثورمون، سسبكت ان هو عنده هايبرلوسيميا بعمل سيرم يوريك اسيد. الستون لو اقدر احللها ماشي، بس هي عاده بتبقى كومبوزيت، عاده ما بنلاقيش بيور ستون، الهيومن ستون عاده مش بيور ستون. انما في الروتين ميتابوليك ورك اب الستون شود بي انالايزد، انما الفيدباك اللي بتاخده منها او اللي هيفيدك في المانجمنت بتاعك عاده ما بتبقاش كتير لو انا حللت، انما كتير من العيانين بيطلبوا يحللوا الحصوه يقول لك انا عاوز اعرف انا عندي ايه.
فما فيش مشكله انها تتحل. يبقى بايلاترال ريكارنت او شيلدرن مانداتوري اعمل ايه 24 اور يونين كوليكشن، واعمل سيرم باراس هرمون سيرم كالسيوم اكوردنج اللي انا شايف ان هو ممكن عيان يبقى سسبيشس. المانجمنت اوف يوريترال كالكيوليت نفس الخطوات بتاع المانجمنت اوف رينال كالكيوليت. جالك العيان الاول برينال كوليك هتمانج الاكيوت رينال كوليك، بعد ما يحصل امبروفمنت للبين ابدا اعمل ايديولوجيكال انفستيجيشن واشخصه. اتشخص يا اما همشي كونزرفاتيف معاه شويه ميديكيشن، او هختار له برضه لاين من ثلاثه، يا اما شوك ويف يا انتوسكوبي يا اوبن سيرجن، وبرضه في الاخر لما اخلص اعمل ميتابوليك ورك اب. مانجمنت اوف اكيوت رينال كوليك بتاع اليوريتر او سواء كيدني ستون او رينال ستون هو واحد، برضه نان ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز وافويد اكسس فلويد انتيك. كونزرفاتيف برضه لو عندي سمول ستون في اليوريتر زي الكيدني كده سمول وزود اوبستراكشن او زود ديستال اوبستراكشن وزود انفكشن ممكن امشي كونزرفاتيف. قلنا حتة مهمة جدا في الكونزرفت بتاع الكيدني اللي هو الالكالينيزيشن، قلنا اي ريديوليوسنت ستونز حتى لو كبيرة عندي 50% انها هتديزولف مع الالكالينيزيشن. كونزرفت بتاع الستون ممكن برضو في اليورتر ممكن نستخدم الالكالينيزيشن، بس مهم قوي بنزود عليها حتة الالفا بلوكر، لازم اخد الفا بلوكر لانه بتريلاكس سموس ماسل في اللور اند يورتر وبتهلب اكسبلشن اوف يورتريكال ستون. رغم ان بدأ كلام يطلع انها بدا يحصل ميتا اناليز وقلنا مش بتفيد قوي، انما ستيل ان احنا بنستريكت على الفا بلوكر في اليوريتريكس. يبقى السيرجيكال انترفينشن او هختار امتى لاينز اكتف انترفينشن لحاله يوريتريكس تون. لو عندي لارج ستون تمام قلنا لحد 5 مللي اهو هتنزل، من 5 ل 10 مللي بدات تبقى كويل، اكتر من 10 مللي لا اختار سيرجيكال انترفينشن فروم ذا ستار. او لو العيان ده حصل له بريزيستنت بي ما عادش قادر يتحمل الوجع، العيان ده عنده سكندري انفكشن، عنده جايب اوبستراكتد كيدني ومعاه فيفر، او طبعا لو فيلد اوف كونزرفاتيف يبقى لو لارج ستون فروم ذا ستار عنده بريزيستنت بين ومش مستحمل، العيان ده عنده فيفر نتيجه اوبستراكشن، عنده سيجنيفيكانت باك بريشر، عنده فيلد كونزرفاتيف تريت. نفس اللاينز اوف تريتمنت شوك ويف او يوروتروسكوبي اوبن سيرج زيها زي الكيدني. احنا هناك بي سي ان ال، انما هنا عندنا يوروتروسكوبي كاندوسكوبيك مانوفر. الشوك ويف ممكن يتعمل في اليورتر على اي ليفل، اه ممكن يتعمل على اي ليفل ما عدا الريديوليوسنت ستون. يعني الشوك ويف لو هي ريديوليوسنت ستون خلاص ما عندناش شوك ويف في الريديوليوسنت. الشوك ويف في الكيدني لو هي ريديوليوسنت ماشي، عشان بقدر بلوكلايز بالالترا ساوند، مش هتعرف تشوف اليورتر بالالترا ساوند، فعشان كده الريديوليوسنت ده كونترا انديكيشن او مش هتعرف اصلا انك تستخدم الشوك ويف. طب لو هي راديو اوبيك ولحد 1 سنتي في اي ليفل ممكن اعمل شوك ويف، لو اكبر من سنتي اليوروتروسكوبي عاده احسن من نتائج التفتيت. فيبقى فور سمبلستي كده لو هي راديو اوبيك واقل من سنتي وات اني ليفل بالذات لو في الابر لمبر يورتر يبقى شوك ويف، لو هي اكبر من كده يبقى اندوسكوبيك مانوفر احسن، لو هي ريديوليوسنت ما عنديش اوبشن الشوك ويف ده خالص مضطر لليوتروس. كتيروتروسكو بقى انت هنا بتخش من ثروزا ناتشورال باس واي، بتخش من اليوريثرا على البلادر على اليوريتريك اورفيس على اليوريتر وبتسيز ستون وبتعملها ديسنتجريشن بنفس برضو الحاجات اللي بنستخدمها في الكيدني سواء بلايستوكلاست او ليزر او الترا ساوند، وتشيل فراجمنت ديب فورسبس. رغم ان هو مينيمال انفيزيف بروسيجر انه برضه نوت فري اوف كومبليكيشن. لو انا ما بشتغلش بالراحه ممكن اعمل بيرفوريشن اوف ذا يورتر. لو انا اتعفيت وعلقت الستون في باسكت والباسكت ما رضيتش تطلع بالراحه وشديتها جامد ممكن اعمل يبقى افلشن اوف ذا يورتر. فجود هاندلنج هي افويد الكومبليكيشن دي كلها. في حاجات تانية بقى انتروداكشن انفكشن ممكن يحصل ميجيشن اوف ذا ستون، انما احنا دايما الكومبليكيشن الشديد عندنا هو الانجري او الافلشن. همانج ازاي دي بقى؟ دي يورولوجيك براكتس، ممكن شويه سمبل او ماينور برفوريشن هي بس ان انا احط دبل جي ستنت والعينه هي الابلشن، لا ده لازم اميديت اوبن سيرجن واعمل ري امبلانتيشن لليوريترا زي الاوبن سيرجن في اليوريتر زيها زي الكيدني
خلاص تقريبا بقت هيستوري. برضو فيري رير ان احنا نستخدم اوبن سيرجري انليس ان انا ما عنديش الاكويبمنت او انا عندي اسوشيتد باثولوجي. لو انا عندي في ستريكشر لور اند يوريتر وعنده في ستون وانا مضطر اعمل يوريتر فازايكل, خلاص هعمل يوريتر فازايكل بالاوبن سيرجري واشيل الستون. عندي فيري فيري لارج ستون مش هقدر اخلصها باليوروتروسكوبي, ممكن انديكيشن بالاوبن سيرجري يبقى اسوشيتد باثولوجي او فيري فيري لارج ستون. نجيب السلايد اللي قبلها. معلش هو جالنا برضه سؤال, هو معلش هو ده كان السلايد ده احنا بس ده مانجمنت اوف بلادر كالكولاي وكتب بس للاسف رينال كالكولاي, انما هو ده المانجمنت اوف بلادر كالكولاي. لو انا عندي سمول ستون في البلادر وبرضه سمول ستون والسسبكت ان انا هتبص سبونتينيوس خلاص العيان بس درينك ووتر وهي هتعدي لوحدها. طيب انما لو لارج ستون بقى اعمل ايه؟ برضه نفس اللاينز اوف تيست, شوك ويف اندوسكوبيك اوبن سيرش. شوك ويف عادة مش هستخدمها الا لما يكون عندي وزود انترافزايكال اوبستراكشن, لان عنده بروستات كبيره وقافله مفيش داعي للشوك ويف. انما لو يانج باش والستون دي عدت مليون يورتر ونزلت في البلادر ممكن اعمله شوك ويف على البلادر. استخدم اندوسكوبيك لو انا عندي ديفينيت انترافزايكال اوبستراكشن, هخش اعمل كراشنج ستون ومانج الانترافزايكال اوبستراكشن, ممكن اعمل له سيكشن للبروستات از سيم سيشن. برضه اوبن سيرجري از رير مع دخول دلوقتي الليزر الحصوات الكبيره حتى بنقدر نعمل لها ديسنتجريشن بالاندوسكوب. انما لو ما عنديش الامكانيات وفيري جاينت ستون ممكن اعمل اوبن سيرجري. ودي اخر سلايد معانا, وانت بقى الدكتور حسين ان شاء الله لو في اي اسئله يسال. طبعا انا بشكر الاخ العزيز الاستاذ الدكتور احمد العصمي على خبرته المتميزه, وطبعا الدكتور احمد العصمي من الناس المتميزين جدا وحاصل على جوائز كتيره جدا, جائزة دوله تشجيعيه وجوائز اخرى. انا بس تعليق صغير قبل ما ناخد بعض الاسئله. احنا المفروض علاج اليوناني ستون الاوبتيمم هو كومباين كير, والناس اللي فعلا المتقدمين عندهم ستون كلينيك, والستون كلينيك دي لها تاثير سواء دايركت او اندايركت, لانه لما بنحط حاجه في الفوكس بيبقى في مالتي ديسيبلينري تيم ابروتش موجود. يمكن دور الجراح او اليورولوجيست انه بيتعامل مع الستون بيخلصنا منها اللي موجوده, لكن الشطاره هو الميديكال مانجمنت الكونسيكوينت لو في عندي مشكله. استاذنا الدكتور احمد العصمي قال امتى بعمل ميتابوليك بروفايل, انا بضم للانديكيشنز اللي قالها. طبعا احنا ساعات بيجي لنا دونر عاوز يتبرع بكدني وعنده ايسوليتد ستون, فطبعا بتبقى دي مشكله واحنا بنجتمع الاول علشان نوافق اذا كنا نقبله كدونر ولا لا. بنحط شروط قاسيه جدا, من ضمنها لازم يبقى نيولاترال سمول ستون معاش ميتابوليك ديرنجمنت, يعني لازم يجمع بول 24 ساعه وتشوف ميتابوليك بروفايل. ولكن لو بايلاترال ستون او في ميتابوليك ابنورماليتيز ده كونترا انديكيشن انه للدونيشن. الحاجه الثانيه بعد ما الدكتور احمد العصمي يعمل شغله ويخلصني من الستون, انا يعني بنصح وده اكوردنج لي من ايام بسيطه الجامعه منزلها 2020 ميديكال مانجمنت اوف يورينري ستونز, ان انا بجمع بول 24 ساعه. وده يمكن سؤال من اسئله الدكتور طارق طنطاوي, قيمه ان انا اعمل 24 اور يورين ايفالويشن ايه بعد ما اتخلصت من الستون, لان ممكن يديني فكره انا لما اجمع بول 24 ساعه حتى لو ما عملش ميتابوليك بروفايل, مجرد ان اعرف اليورين فوليوم قد ايه, لقيت الشخص اليورين فوليوم بتاعه نص لتر ولا 1 لتر, لا انا انكرج الووتر درينكينج بحيث يبقى عنده 2 لترز, لان ده هيغسل النيدس وهيقلل فرصه تكوين الستونز. لو لقيت اليورين اسيديك ومفيش والستريت قليل, ده انا ممكن هنا اشجع البوتاسيوم ستريت واحول الكالاين. لو لقيت كالسيوم عالي في البول, ده ممكن يبقى انا هقلل السولت انتيك الصوديوم, والشخص ده ممكن يستفيد من الثيازايد, وهكذا. اليوريك اسيد عالي في البول, فده ممكن يبقى برضو يخليني انتبه للدايت والاكسرسايز, واذا كنت استخدم البرينول. فده بعض الاشياء. في نقطه بقى انا يعني يمكن الدكتور احمد يتبسط منها ويشاركني الراي فيها, الانتيبيوتيك ابيوز. احنا كلنا عارفين الانتيبيوتيك ابيوز ممكن يعمل
ريزيستنت سترينز، هايبر سنسيتيفيتي، مشاكل. لكن انا النهارده ويمكن قلتها قبل كده كتير، اليوريني ستون فورميشن، الريسك اوف يوريني ستون فورميشن بيزيد بعد الانتيبايوتيك ابيوز. فعلشان كده بنهمس في اذان الامهات ما فيش داعي لاستخدام الانتيبايوتكس في ادوار البرد، لان ده فيروس والانتيبايوتك مش هيبقى مجدي باي شيء. وثبت انه لو اي انتيبايوتكس، جميع الانتيبايوتكس تقريبا بدون استثناء بتزود الريسك اوف يوريني ستونز، سبيشالي لو انا طولت المده او خدتها متفرقه لمده تجاوزت 28 يوم. فالسؤال هنا يعني، لان احنا بتوع ميديسن، ليه ايه اللي دخل اليورين الانتيبايوتكس في اليورين ستون فورميشن؟ لان في جزء مهم، احنا كان معانا الاستاذ دكتور انطوان بربري الاسبوع ده في يوم الاحد، وكان بيتكلم على السبكونشس مايند والجات مايكروبيوم. ومن ضمن الجات مايكروبيوم في عندي كوكتيل من الجات مايكروبيوم بيشتغل على الاوكسالات ديجريدنج مايكروبيوم اللي بيسموه اوكسالوبيوم. ما بدي انتيبايوتيك ممكن احد الثيوريتيكال ميكانيزمز ان هو بينترفير مع الاوكسالوبيوم فزود الريسك اوف يوريني ستون فورميشن. دي بعض النقاط اللي كنت حابب اقولها. هناخد بعض الاسئله اللي جات لي للدكتور احمد العصمي. يمكن الدكتور طارق يتكلم على الكيميكال اناليسيس وجدواه، حضرتك تطرقت اليه في البرزنتيشن، الرول في اسيديفيكيشن او الكلينايزيشن اوف يورين. اتفقنا ان الالكلينايزيشن دلوقتي بقى جايد لاينز، يعني بقى حاجه خلاص فيري استابليشد. بس هستخدمه امتى؟ في الريدي لوسنت ستون، لازم تكون بيور ريدي لوسنت ستون. اي ريدي اوبيك مش هيجيب معاه الالكلينايزيشن حاجه. واي كيدني ستون دلوقتي ريدي لوس احنا بنجرب فيه الكلينايزيشن، واحنا عملنا استاذ لان ان اب تو 50% 50% هيدوبوا حتى لو في حاجه استاج هورن ودابت. ففول اب كيرفولي، ومستخدم زي ما اتحرك دورولايت او كيرلايت 3 مرات في اليوم ولمده شهرين، وبعد كده بنعيد السي تي ونشوف لو في امبروفمنت بنكمل. لو لقينا ان لسه ما فيش اي ريسبونس خلاص احنا ممكن بنستخدم بقى اي لاينز اوف سيرجيكال مانجمنت. بس هو جايد لاينز لا جرب. الاسيديفيكيشن بقى ما بنستخدمهاش عشان مانجمنت اوف ستون الحقيقه. بس الكلينايزيشن ميثود يعني هل هي بوتاسيوم ستريت ولا بتدي صوديوم بايكربونات ولا انا بستخدم بوتاسيوم ستريت اعتقد في معظم الاحوال. اذا البوتاسيوم ستريت بقى فيه طبعا لو ايفيدنس قوي جدا، ويمكن زي ما قلنا قبل كده ان البوتاسيوم والانتيدوت للصوديوم، فنخلي بالنا من القصه البالانس. وساعات في ناس بتشوف اليوريني صوديوم واليوريني بوتاسيوم، لو لقيت اليوريني صوديوم عالي معناها الشخص مش كومبلاينت مع السولت ريستريكشن، فاحنا توتالي اجنست السولت ريستريكشن. والتاني الووتر هيدريشن، هل في كميه معينه من اليورين فوليوم، وهل في فرق ما بين الواحد انت بتتعامل مع اول ستون او ريكرنت ستون باسر، وحكايه ان لازم يبقى الميه مخففه زغاميه الحنفيه، راي استاذنا الدكتور احمد العصمي ايه؟ طبعا هو احنا قلنا ان الدايدريشن ده ريسك فاكتور فور ستون فورميشن، فاحنا طبعا بننكرج اللي هو جود ووتر انتيك، وبنقول له يعني اتليست اللي هو 3 لتر في اليوم تقريبا هو يشربهم، يعني متوزعين على مدار اليوم، متوزعين على 24 ساعه، 3 لتر في 24 ساعه. السؤال ده ممكن تقوله وتعيد عليه، اللي هو الازول وعلاقه السايز والدنسيتي اوف ستون واختيار الازول. تمام. احنا قولوا السؤال ده، هو كان في جه سؤال اللي هو رول اوف شوك ويف ان رينال ستونز، تمام، السايز والدنسيتي. تمام. احنا قلنا ان الشوك ويف لحد اب تو 2 سنتيمتر في رينال بلفس ده انديكيشن، او 1 سنتيمتر في اللور كيليكس لان الدرينج بيبقى اقل شويه من اللور كيليكس. طيب من 2 ل 3 سنتي دي بقى يعني فيها بقى كلام وبتخضع لحاجات كتيره. فكسايز لحد كلاسيك 2 سنتي رينال بلفس وسنتي فلور كيليكس. الدنسيتي بتاع الستون احنا اتفقنا ان انا مشكله التفتيت ما بقدرش ابريدكت قوي الريسبونس بيفور شوكر. احنا بنعتمد على حاجتين، الهاونز فيلد يونت من السي تي اللي هي ستون دنسيتي، او من شكل الستون في الكيوبي. الهاونز فيلد دنسيتي اباف 1000 او اباف 1000 بتبقى هارد ستون. انما عشان اقيس الهاونز فيلد يونت مظبوطه قوي لازم اقيسها عند التو بولز بتاع الستون، واخد واحد قرايه في النص، فلازم اخد على الاقل 3 قرايات واخد المين بتاعهم، وده في الكلينيكال براكتس ما بيحصلش كتير. عشان كده بدانا نشوف ستونز هارد وبتتكسر كويس، وستون مش مقاريه عالي قوي وبتريزيست ديسنتجريشن. فاحنا بنجرب يعني حتى لو فوق ال1000 بنجرب، نقول العيان والله مقاريه ناشفه شويه بس هنجرب واحنا ونصيب.
انها مش ابسولوت كونتر انديكيشن. لو لقيت تاونز فيلد يونت فوق ال 1000 ان انا ما فتتش، لا هفتت، بس يبقى انا عارف ان في بوسيبيليتي ان انا ريبيت الشوك ويف او يحصل فيلير. شكل الحصوه في الالترا في الكيو بي برضو بيديني منظر، لو هي سموث راوندد وذ فيري اوبيك دي بتبقى هارد، لو هي ريجولار مارجن ودوتت يعني تحس انها مخرمه من جوه كده ده بتبقى فراجايل. ف لايبيليتي للشوك ويف يا اما بالهاوز فيلد يونت او بشكلها في الكيو بي. احنا الاسبوع ده رفعت انا محاضره الاستاذ الدكتور عمرو سرحان كان قالها في مؤتمر الجامعه المصريه على البيداتك نيفرولوجي اسبكتس اوف يوريني ستونز. انا سؤالي للدكتور احمد العصمي من اليورولوجي برسبكتيفز بقى، سيكتور الاطفال عندكم والستونز وهل بيبقى في ايتيولوجي معين ولا لقيت الاكسبيرينس بتاعتكم مع التعامل مع الاطفال ولا الاكسبيرينس ليميتد؟ الستون في البيدياتريك طبعا عدد قليل ما هماش كتير زي الادلت، وعندنا احنا مشكله في الميتابوليك ايفالويشن، دي بصراحه دي المشكله اللي عندنا في الميتابوليك ايفالويشن. انما كسيرجيكال وايز ما فيش مشكله خالص، كشوك ويف كاندوسكوبيك احنا بنشتغل برضه، بس هي مشكلتنا الفوليوم قليل. بس اللي انا شايفه فيه مشكله فعلا لا ان احنا ما بنعملش جود ميتابوليك ايفالويشن للاطفال دي، وده اللي ناقصنا فعلا. انما كشوك ويف لا عادي، وكاندوسكوبي برضه عادي، هي مشكلتنا في الميتابوليك ايفالويشن بتاع الاطفال لانهم دول فعلا هايلي انديكيتد للميتابوليك ايفالويشن. طبعا هو لما بيجي لنا اطفال او ادوليزنت اند ستيج كيدني ديزيز وبنلاقي نيفروكالسينوز او ستنوك او ستونز موجوده، طبعا بنبقى شايلين هم الاوكسالوزس وبنقعد نناقش، وفعلا قصه مرعبه لنا. احنا طبعا في نهايه هذه الحلقه المتميزه جدا من بدايه سلسله اليورو نيفرولوجي بشكر الاستاذ الدكتور احمد العصمي لوقته الثمين، واعتقد الدكتور احمد العصمي بيرحب باي اسئله، فلو اي اسئله لحضراتكم يا ريت تكتبوا في الكومنت على اليوتيوب تحت الفيديو ده اي اسئله وانا ابعتها للاستاذ الدكتور احمد العصمي وناخد الاجابات منه ونحطها ككومنتري على اليوتيوب. في النهايه بشكر الدكتور احمد العصمي وبتمنى لكم كل التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.